يو جايز، السلام عليكم. فيديو جديد، مرحبا بكم عاوتاني في انذر فيديو. معكم جون عاوتاني، واليوم غيكون واحد الفيديو اللي سبيشال. انا ديما فيديوهاتي سبيشال. اليوم غادي ندوي على خمسة ديال النصائح اللي تقدر تعاونك لكن شي غادي للاستوديو تسجل ولا تخدم شي اغنيه ديالك. سو جايز، قبل ما نبداو ما تنساوش ابوناو، تخليو شي لايك وكومنت، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي عجبكم. اوكي، اول نصيحه اللي هي قبل كل شيء خصك تعرف الاستوديو اللي غادي تمشي تخدم معاه. يعني الا كان في البلاصه في المنطقه اللي ساكن فيها نتايا، تقدر تسول بنادم عليه تقول له واش هاد خينا هذا شي خدم مزيان، واش تخونا هذا نصحوني به واش نخدم عنده، ولا تقدر دير الحاجه الثانيه اللي غتمشي تقصد خونا ديريكت، تمشي تاخذ الكونتاكت ديالو، تصيفط ليه ميساج تقول ليه سلام سلام كذا طنطن، شفت لانونس ديالك ولا خديت النيميرو ديالك من عند هذا وهذا وهذا، وبغيت نخدم معك شي اغنيه ولكن بغيت نشوف الكاليتي ديال الخدمه ديالك. خايب جاوب بالفرحه، غادي يصيفط لك شي بروجي ولا جوج خادمهم هو، وديك الساعه انت ودنك ميزان. يعني من تما ديسيدي واش تخدم مع الصداد ولا لا. النصيحه الثانيه وهذه هي اهم نصيحه، يعني قبل ما تمشي تسجل ولا تمشي تخدم، طراك ديالك ريبيتيه مزيان في الدار، وجدو حفظو وشربو ما. علاش؟ باش انا مشيتي تخدم ما تلفش. اوكي، يعني حاول طاك شكون جاي كاش بو حافظو وكذا لاصق لك في مخك. وفوق اجي ديال التسجيل، فاش تكون كتسجل شي التليفون ديالك بحال ماكا قدامك، وجبد لك شابه يعني وكذا وعايش حماق مع المايك. ومن الاحسن لك عندك شي بي سي ولا شي تليفون واقيلا تسجل شي فوكال كذا، تسجل طاك ديالك كذا بيجاك ولا في شي بلاصه تسمعو، يعني تشوف تقيس لك كان شي حاجه غادي تبدل في الكشابه، شي حاجه في التوب لاين. المهم يعني بحال هاد الحوايج اللي تعاونو بزاف. تالت نصيحه، قصي مزيان قبل ما تمشي، قصي مزيان في داركم ولا في شي سناك على الاقل بشي ساعه المكانه. اجولي علاش؟ القص الماكله والمناضه الا كنتي غتمشي تسجل اش بقاش قصي وكذا واش خدم ما بلانش، حيتاش الماكله كتعيي وكتعكس بنادم، وغاش قيس لك حتى الصوت ديالك، يعني ما غاش تخدمش مع شاح. وبالخصوص المناضه كتنكح لك الصوت، يعني ما بقاش قد تفعل الصوت ديالك مزيان. سو من الاحسن تقصي تقاد الامور ديالك بشي ساعه بحال ما هكا قبل ما تمشي. واحسن حاجه تقد دير معاك هي شي قاعه ديال الماء صافي، تمشي تما اون فورم ناضي كاينش الضحك. رابع نصيحه، اوكي النصيحه هذه هي دير معاك شي صاحبك. من الاحسن لك انت غادي على الاقل اول مره تمشي تخدم مع شي واحد، حاول دير معاك شي صاحبك. قولي علاش؟ باش ما تبقاش حشمان، وفاش غتمشي انت وصاحبك يعني غادي تخلقوها تما وغادي تضحكوا كذا العيباش، وغادي تكون انت معشاح، واصلا مش غادي دير معاك صاحبك. يعني من الاحسن دير معاك شي صاحبك اللي شاهو شي تمزاك كذا، شي تمزك ليك العيباش، باش فاش تكونوا جالسين كتخدموا قد دول ما عجباتوش شي حاجه ديك غادي شي فشي لعيبه ما عطيتيش لها انت الباك، قد يقول لك الصاط من الاحسن تعاود هادي، ولا يقدر بروبوزي عليك هو شي ايده يقول لك الصاط علاش ما ديرش هادي هكا كذا، فهمتي؟ المهم تعاون بزاف والله. يعني من الاحسن دير معاك شي صاحبك، وملي كنقول لك صاحبك يعني صاحبك واحد، ماشي دير حومش كامله باش ما تعيقش على خونا. اوكي، خامس نصيحه، اوكي هادي ما كلياش بنادم بزاف، اللي هي تعطي المول ستوديو ولا لانجينيور اللي غتخدم معاه تعطيه شي ريفيرونس. تقول لي كيفاش ريفيرونس؟ ما فهمتش. ريفيرونس الصاد هو اش عطيه شي اكزامبل ديال شي طراك انت انسبيري منو، تقول لي الصاد انا تانسبيريش من هاد الطراك كدا، شوف هادو كي دايرين كدا العيبات هاد اللبس كي مخدومين كدا، تعاي مراش بقبق قول لي كدا سميتو مكاش، كنت قارب لي الطراك ديالي شويه لهكا شو ما حطوش لك زعما اكزاكت 100%. ولا عندك شي فيزيون ارتستيك نتايا بحال دابا عندك شي تعيه مراش في مخك بغيتيهم بحال هكا، ولا بغيتي الكوبلي تكون فيها شي بوز ولا شي قطعه ولا شي حبسه بحال هكا، يعني باش اخونا تعاونو يحط لك شي حاجه اللي كاليتي، ولا غتمسكك نتايا وغادي طار داك ساتيسفي، يعني غتكون مقتنع بموسيقتك وغادي تحطها وانت فرحان بزاف. اوكي جايز، وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنت كنحاول نحط جوج فيديوهات في السيمانه ولكن مشغلت شويه، يعني انا كنحاول نحط لكم على الاقل فيديو في السيمانه، مهم ما نغبرش عليكم وصافي. سو قبل ما تمشيو ما تنساوش تخليو سبسكرايب،
لايك وكومنت وشبارتاجوا الفيديو مع صحابكم باش انا ديما نحط لكم كونتنت وان شاء الله شي حوايج زوينين جايين. And yeah, inshallah for you. Peace out.